كل واحد عنده رأي ومتمسك بيه جدا. لو انت داخل نقاش كده مع اي حد لازم تكون كده مستعد ومشمر كمامك عشان تدخل النقاش ده. شفت قبل كده جندي داخل الحرب من غير الاسلحه بتاعته؟ هو طبعا النقاش مش حرب ولا اسلحه، بس anyway دول 10 حاجات تعملهم او 10 خدع تستخدمهم لو انت عايز تكسب اي نقاش لصالحك. يلا بينا. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفه، بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا موضوع الحلقه على طول. اول حاجه تتعلم مين اللي ما ينفعش تتناقش معاه: العصبي، الغبي، اللي بيتنرفز بسرعه، اللي دايما عايز يحسسك اللي هو صح باي طريقه ممكنه، واخر حاجه البنات. ما تدخلش نقاش مع اي بنت خالص، نصيحه مني. وندخل على الموضوع اللي بعديه على طول عشان ما يتنكدش علينا. ندخل على الموضوع اللي بعديه على طول. تاني حاجه، الموضوع اللي ما ينفعش تفتح فيه اي حوار خالص، او ما تنفعش اصلا تدخل فيه اي نقاش خالص: السياسه والدين. خط احمر احمر احمر، هتخسر ناس كتيره جدا وهتخسر ناس كتيره جدا بتحبهم وحبايبك، فليه ما تدخلش النقاش ده اصلا. تالت حاجه، ما تفتحش نقاش مع الشخص الحساس بزياده قوي، عشان غالبا هتنهي الحوار وانت بتواسيه اكتر ما انت بتقنعه. على طول. رابع حاجة، انك تكون هادي. لو انت عارف ان الشخص اللي قدامك ده غلط، وهو عارف ذات نفسه اللي هو غلط، والناس اللي حواليه كلها عارفة اللي هو غلط، والعالم كله عارف اللي هو غلط، برضو ما يدكش الحق انك تتعصب عليه وانك تتعصب اصلا. والنقطة دي تنقلنا الرقم 5، انك ما تقطعش اي حد بيتكلم. والحركة دي بتنرفزني جدا، ان انا لما اجي اتكلم مع حد وليه قطعني مرة واحدة: انت بتقطعني ليه؟ انا بتكلم دلوقتي. عايز تعرف انا بعمل ايه في الحوار ده؟ ما انا بسيب اللي قدامي بيكلم عادي خالص، وبعد ما بيخلص كلامه خالص اقوم مديله في كده، مديله، عشان لما يجي دورك وانت بتديله ويجي قطعك تقول له انا ما قطعتكش وانت بتتكلم، فمش من حقك اللي انت تقطعني. هل انت كده مقتنع اللي هو ممكن وانت بتتكلم يقطعك تاني؟ تجربة دبحته خلاص. سادس حاجة، انك تسأل اسئلة للي انت بتناقشه او اللي انت بتكلمه وتديله فرصة انه يشرح. وده ينقلنا للموضوع السابع، انك لازم تكون open mind. الولاد مش البنات، لازم تكون open mind ومتفتح كده في افكارك ومتفتح كده في عقلك، ولازم تعرف اللي انت ممكن فعلا تكون غلط، مش دايما لازم تكون صح. تامن حاجة، انك لو انت عايز تنتقد، انتقد الرأي بتاع الشخص مش انتقد الشخص بتاع الرأي. ودي تفرق كتير جدا، وتفرق جدا سيكولوجيا. هو حوار معقد جدا، بس سيبنا من الحوار سيكولوجيا ده. هو لما تيجي تنتقد ما تنتقدش الشخص ذات نفسه، انتقد الرأي بتاعه. عايز تتهجم، اتهجم على رأيه مش اتهجم عليه هو شخصيا. تاسع حاجة، انك تقول حقائق تدخل العقل، ما تقولش اي حاجة وخلاص، او اي حاجة ما تدخلش العقل عشان ما تكونش خسران من اول الحوار اصلا. عاشر حاجة، وهي اهم حاجة في العشرة اللي انا قلتهم دول، انك مهما حصل او مهما كان النقاش او مهما كان الحدة، ما صارش الشخص اللي انت بتتناقش معاه. بالعكس، انت ممكن تكون اصلا وانت بتتناقش معاه وفي اختلافات اراء كبيره جدا بينك وبينه، بس تكسبه ويبقى صاحبك اصلا. لقيت الموضوع عقرب كده او متنشن او الموضوع مولع كده، حاول تسحب نفسك او تغير الموضوع او تسكت اصلا خالص. ولازم تعرف حاجه في اخر الفيديو، وهي اهم حاجه جدا: مهما كان النقاش لازم تعرف ايه الصح وايه الغلط. فايده اصلا النقاش ان انت تعرف لو انت صح، بتعرف الناس اللي حواليك اللي انت صح والراي ده فعلا صح، وفعلا انت بتكتسبهم هم خبره، ولو انت غلط انت بتكتسب منهم هم خبره وبتعرف الصح منهم. ده المهم في النقاش. احنا بندخل النقاش مش عشان نتخانق، احنا بندخل النقاش عشان نستفيد او نستفاد بس كده. وده يبقى الفيديو كده بتاع النهارده، 10 حاجات تعملهم عشان تستفاد في اي نقاش او تكسب اي نقاش لصالحك. وشكرا جدا طبعا 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 على الدعم الخرافي اللي بيحصل على اليوتيوب. احنا وصلنا دلوقتي 2500 سبسكرايب، عاش جدا، انا والله العظيم مش عارف اقول لكم ايه. وطبعا ما تنساش طبعا تعمل فولو للحاجات اللي تحت هنا دي، كده هيجي لك اي ابديت في حياتي او اي حاجه لو انا نزلت فيديوز او اي ابديت في حياتي يعني. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.